صباح الخير، أرحب بمشاهدات ومشاهدي ام بي سي في كل مكان حول العالم ومستمعي ومستمعات ام بي سي اف ام في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مجموعة إنسان. ضيفي الليلة سلطان العرضة الجنوبية، واحد من الشعراء الكبار الذين خطوا لأنفسهم خطا شعريا مختلفا ومتميزا مكنهم من الوصول لكل جماهير العرضة، مهتم بالموروث ومدافع عنه في لقاه رائحة الجنوب وحيز الجنوب من القاموس والكلمات. بحواسه حواس الشاعر المحترف، وهي تملي على لغته العمق والعفوية المحنكة، فتقول المدهش والمفاجئ في آن. رأيي فيه أنا يا علي أنه يجيد ألوان الشعر كافة، إذا جاز لي أن أقول ذلك، ولكنه مهمل جدا في شعر النظم ولم يعطيه أولوية في سنوات مضت. وأنا أراهن أنه إذا أعطى لشعر النظم أولوية سيتصدر المشهد أو يكون من الأسماء الخمس الأوائل في الجزيرة العربية. ضيفي وضيفكم سلطان العرضة الجنوبية، الشاعر الكبير صالح بن عزيز.